بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نتحدث عن الأمراض الصدرية، نذكر حضراتكم بمرض الدرن الرئوي. ومرض الدرن الرئوي أو بيسموه البالمونري تيبركلوزس مرض يشيع في الأوساط الفقيرة. المرض ده ممكن ينتقل عن طريق اللبن، سواء عنده شرب لبن من بقرة عندها درن، أو ممكن ينتقل عن طريق الدروبلت انفكشن، يعني الرذاذ الهواء اللي هو من مريض لآخر. ولذلك احنا لما بنكتشف ان في اسره فيها مريض عنده درن لازم نكشف على بقيه الاسره كلها، كل المخالطين، كل الكونتاكتس، كل المخالطين لمريض الدرن. زي ما بنقول انه لو لقيت واحد في الاسره عنده ديدان لازم الاسره كلها تتعالج، وما لقيت السرير تتغلي مش حاجه اسمها غساله اوتوماتيك، لا. يعني اذا في امراض كده لازم تعالج العيله كلها، فمن ضمن دي الدرن الرئوي، لان الدرن الرئوي من الامراض المعديه شديده العدوى. علشان كده عاملين له في كل مدينه وفي كل حي مستشفى اسمها مستشفى الامراض الصدريه او مستشفى الدرن، او بيسموه مركز الصدر. الدرن ده زي ما قلنا قبل كده ممكن يضرب الرئه، ممكن يضرب نسيج الرئه نفسه، يعمل خراريج كده كزيتنج، او يعمل تيوبركلز او حاجه زي الدرنات، والدرن يعني خراج صغير، خراريج 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 كده. وممكن يصيب البلوره او الغشاء الذي يحيط بالرئه ويعمل لي بلور افيوجن او حاجه اسمها ميه على الرئه، ها. وممكن يضرب اي جزء اخر، ممكن يضرب الليمف نودز، الغدد الليمفاويه الموجوده في الصدر، وممكن يبقى شكلها كده عامل زي ما يكون ورم. الدرن ممكن يعمل اشكال كتير جدا، اشكال كتير جدا، من ضمنها البلور افيوجن او حاجه اسمها ميه على الرئه. وممكن يعمل لي يضرب في نسيج الرئه يعمل خراريج خراريج او درنات درنات، وبنسمي الدرن او الخراج الصغير، عشان كده بنسميه مرض الدرن. مرض الدرن او الخراريج الصغيره وبتحيط نفسها كده بقى وتعمل تبركلوما كده، المرض ده من الخطيره، لانه بيخلي المريض بتاعه يكح يكح. اكتر مرض بيخلي المريض يجيب بلغم كتير قوي، يعني ممكن يملى صفيحه بلغم في اليوم، صفيحه بلغم. المرض ده ممكن يجيب بلغم معرق بدم. طبعا لما اي حد يجيب بلغم كتير وبصاق كتير وساعات معرق بدم ما يتسكتش عليه، مش هياخد مضاد حيوي عادي، لا لا لا، يجري بقى على طول يعمل مزرعه للدرن، مزرعه للبصاق، يجري يعمل دلوقتي بقى في بيكتين، حاجه سريعه كده تشخيص في السيرم. ممكن كنا زمان نعمل له مزرعه طويله بتقعد شهرين ثلاثه، دلوقتي بطلوها. ممكن اعمل يعني اعد الدي ان ايه بتاعنا، او ممكن اعمل اشوف يعني اقدر اشخصه ازاي. لكن كنا زمان بندي تيوبركلين تيست، حاجه كده اختبار تحت الجلد، ونشوفه بعد 48 ساعه. عمل تفاعل كده وحساسيه واحمرار اكتر من 2 سم يبقى ده بوزيتيف، عنده درن، ولا ما عملش. واللي بوزيتيف ده ممكن يبقى فولس بوزيتيف، واللي ما عملش ممكن يبقى فولس نيجاتيف، يعني ممكن يبقى عنده ما بيعملش، لسه الجسم ما عملش مناعه ضده. على اي حال احنا بنعمل سيلولار اميونيتي او مناعه خلويه. لكن مرض الدرن زي ما بقول لكم، اول ما بلاقي واحد بيجيب بصاق كتير كتير وساعات معرق بدم، اعمل له مزرعه درنيه. ودلوقتي بقت في مزرعه حديثه سريعه بتاخد 3 ايام مثلا. بعمل له حاجه اسمها البصاق، وافردها واصبغها بصبغه مخصوص اسمها زيل نيلسون ستين، زيل نيلسون ستين. بنعملها 3 ايام الصبح، بصاق الصبح يوم، بصاق الصبح يوم، بصاق الصبح. مهم جدا ان انا اعرف انها درن ولا مش درن، ان الدرن بياخد 6 شهور علاج مكثف، تاخد 6 مضادات حيويه، 6 يعني، بتاخد الريفامبيسين والايسامبيتول، وساعات بندي ستريبتوفينيكول، وساعات بندي ايزونايازاين، وبتاع يعني كتير قوي. الدرن ده ما فيهوش فيه هزار، او ان هو مجرد ميكروب عادي مش درن ولا حاجه، فده ممكن اعمل له مزرعه حساسيه واديله مضاد حيوي بسيط وايه ويخلص. طبعا مهم جدا ان اعمل شيست اكس راي، اعمل اشعه اكس، اعمل بصاق للدرن، اعمل مزرعه للدرن. لو ما طلعش درن يبقى سهل ان انا اعالجه، لكن اهم حاجه الاول اقول ان هو درن ولا لا. والدرن ده بيخلي الانسان يكح يكح ويتف وبلغم ويتسلي يتسلي يتسلي لغايه ما يبقى رفيع قوي، عشان كده بيسموه مرض السل، مرض السل، وبيسل صعب، بيخليه جلد على العظم. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.